سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه صورة للدماغ بالمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. يعني أحببت اليوم أن أتحدث معكم عن الأثر المدمر للنظر للأفلام الخادشة للحياة، للمقاطع العارية، للمقاطع التي تثير الغريزة. الحقيقة أيها الأحبة، أنا هنا كتبت إن إدمان النظر بشهوة للنساء ومشاهدة الأفلام الإباحية يرهق خلايا الدماغ ويتلفها. ويقول الباحثون في دراسة جديدة، طبعا هذه الدراسة أجريت في جامعة كامبريدج، إن القلب يتضرر كثيرا من العلاقات العاطفية سواء نجحت أم فشلت، وأفضل طريقة لبناء العلاقة بين الذكر والأنثى هي الزواج والامتناع عن النظر للنساء بشهوة، لأنهم حللوا ورأوا الدماغ ماذا يجري به، ماذا يجري في داخله، وجدوا أن تأثير مشاهدة المقاطع الإباحية يشبه تأثير الإدمان على المخدرات. دراسة ثانية يقول العلماء فيها إن إدمان النظر إلى الأفلام الإباحية يتلف أجزاء مهمة من خلايا الدماغ، حيث أثبت العلماء أن مداومة النظر إلى النساء يثير غرائز هذا الإنسان ويحرك هرمونات خاصة بالجنس، مما يؤدي مع الزمن لإضعاف نظام المناعة لدى هذا الإنسان. الدراسة طبعا كما قلت لكم أجرتها جامعة كامبريدج عام 2013، وجدت أن دماغ الإنسان الذي ينظر للمقاطع الإباحية أو حتى لمرأة في الشارع، بمجرد النظر إلى أي امرأة مثيرة حتى في الشارع ولو كان لمدة ثوان معدودة، فإنها بمجرد أن تبدأ بالتحديق في هذه المرأة وجمالها ومفاتنها، تبدأ في الدماغ تحدث عمليات أوتوماتيكية طبيعية أنت لا تشعر بها، إفراز هرمونات والاستعداد للعملية الجنسية. وهذا الكلام أيها الأحبة منشور على موقع جامعة كامبريدج، يعني لست أنا من يقول ذلك، حيث وجدوا أن الإنسان الذي ينظر لأي مشهد إباحي ولو كان قليلا يسلك سلوكا يشبه دماغ ذلك الذي يدمن الخمر والمخدرات. لذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام ماذا قال للإمام علي كرم الله وجهه؟ يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. والله تعالى أعطانا قانونا أيها الأحبة لحمايتنا وحماية المجتمع وحماية النساء. وتكريما للنساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لذلك أحبتي في الله، والله لو عرف الملحد حلاوة هذا الدين ومتعة أن تلتزم بتعاليم هذا الدين، ربما لم يترك منهم أحدا أي أمر إلهي إلا وطبقه ليستفيد منه في الدنيا. الملحدون طبقوا الصدق في التعامل وإتقان العمل والانتظام في المواعيد، طبقوا العدالة الاجتماعية، طبقوا كل القوانين التي أخذوها من الإسلام أصلا، فارتفعوا بها وتقدموا وأصبحوا في مقدمة الدول. بينما عندما كانوا في عصر الظلمات لديهم، عندما كانوا بعيدين عن هذه التعاليم، كان التخلف والجهل والمرض وغير ذلك مسيطرا عليهم. فلذلك أيها الأحبة، هم أخذوا الجانب المادي من الإسلام ولكن تركوا الجانب الروحي، تركوا موضوع الطهارة، لأن الملحد لا يحب التطهر حقيقة يعني، ولا يعنيه ذلك، لا، ليس في قوانينهم ما يسمى طهارة ونجاسة وغير ذلك. لذلك أباحوا الشذوذ الجنسي،
سيدنا لوط كانت مشكلته مع قومه أنه كان متطهرا، لذلك قال قومه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأذكركم بهذه الآية أيها الأحبة: كلما دعتك نفسك للنظر ولو لاختلاس النظر أو لتذكر مشهد أو لتذكر فتاة قد تكون رأيتها أو امرأة رأيتها عن طريق الصدفة أو الخطأ، تذكر هذه الآية بينك وبين الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واعلم أن الله يراك وأنت بمفردك وأنت في بيتك وأنت في نومك، في أي مكان الله سبحانه وتعالى يراك. لذلك احرص على إرضاء هذا الإله لكي يرضيك هو أيضا، لكي يعطيك حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه الأوبئة التي انتشرت اليوم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.